أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتي المهندسين والمقاولين يعرضون خلال لقاء اللجنة الوزارية وجهة نظرهم لحل الأزمة في سوريا تحت سقف الثوابت الوطنية. روسيا وجنوب أفريقيا تؤكدان دعمهما لوحدة أراضي سوريا وسيادتها وعملهما للوقف السريع للعنف ومنع التدخل الخارجي. إن شاء الله النصر والسلامة للحمتنا وأخواننا في الشعب السوري والتآخي، ولا ننسى مواقف سوريا تجاه الشعب العراقي. فضاء التضامن مع سوريا يتعمق، ووقفات ومسيرات في العراق واليمن وروسيا. القوات العراقية تدمر معسكرا صحراويا للقاعدة وتعتقل نحو 120 إرهابيا بينهم متزعم فيما يسمى دولة العراق الإسلامية. حاليا نحن في بلدة الجربة لأنها منطقة أمنية، وكذلك بلدة البحاري. صناديد قواتنا يحكمون الطوق على إرهابي النصرة ويقضون على أعداد منهم وينظفون جربة والبحارية بريف دمشق. مقتل 6 أمريكيين في أفغانستان.